الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب وضوء الحائض عند وقت كل صلاة. باب وضوء الحائض عند، نعم. قال رحمه الله، قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن ابن طاووس أنه قال: قلت له: هل كان أبوك يأمر النساء عند وقت الصلاة بطهور وذكر؟ قال: لا. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: أكانت الحائض تؤمر أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تجلس فتكثر وتذكر الله ساعة؟ قال: لم يبلغني في ذلك شيء، وإن ذلك لحسن. قال معمر: وبلغني أن الحائض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. يعني هو بتكلم عن الحائض مش المستحاضة. الحق بأن قول النخعي وقول أهل الكوفة بأن الحائض تتوضأ وقت الصلاة وتذكر ربها جل في علا بدعة شنيعة. هذه بدعة شنيعة، وهذا تكليف بما لم يشرع التكليف به، فهذه بدعة شنيعة. وهذا القول الذي ورد عن إبراهيم النخعي هذا قول شاذ، وورد عن أيضا عن غيره من أهل الكوفة هذا قول شاذ، وهذه كما قلنا بدعة شنيعة. المرأة الحائض تذكر الله جل في علاه في كل أحوالها، ليس في وقت الصلاة، هي ممنوعة من الصلاة. من قال لها أنها تستعد عن الصلاة بما تفعل بأنها تتوضأ ووضوءها لاغي، وضوءها ليس فيه إيش، ثمت فائدة، فكيف تؤمر بشيء لم يأت شرع به؟ هذا لابد أن يقال لهم أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرأيت كيف أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشتد نكيرها على معاذة عندما قالت: لما نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ فهذا من الغلو أن تتوضأ في كل وقت دخول وقت الصلاة وتذكر الله جل في علاه وتستغفر، هذا من الغلو. فقالت: أحرورية أنت؟ فقالت: لا، جاهلة، أريد أن إيش، أن أتعلم، أسأل لأتعلم. فقالت: أحرورية أنت؟ كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإلزمها، إلزام المرأة الحائض بالوضوء والجلوس مستقبلة القبلة وأن تكثر من الاستغفار أو ذكر الله جل في علاه، هذا إلزام بما ليس بلازم، هذا إلزام، وهذه بدعة شنيعة لا نأخذها. طبعا هنا نظرنا أو نجعل نظرنا لإيه؟ للفتوى لا للمفتي، المفتي عالم نبيل جليل كل الناس يأخذون به. أما القول فالقول مطروح، والقول لا يقبل بحال من الأحوال، القول مطروح والقول لا يقبل بحال من الأحوال. لما؟ لأن هذا استحداث للتشريع، والتشريع حق محض لله جل في علاه، ولم نرى في أصول الشرع ما يكون ذلك للإنسان، أن تأتي الحائض وقت حيضها في وقت الأذان فتتوضأ وأيضا تذكر الله جل في علاه. تفضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.